أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن جلسة مجلس الوزراء كانت ضرورية لاتخاذ بعض القرارات في ملفات ملحة وعلى رأسها الصحة. وأضاف ميقاتي أنه اتخذ قرارا باختصار بنود الجلسة التي يتعين مناقشتها من 65 إلى 25 بندا، وذلك بناء على طلب بعض الوزراء حتى يتمكنوا من الحضور. فاليوم كمان لو لم يحصل هذا المجلس وزراء كان بتكون الضربة على الصحة وعلى هالمرضى اللي هن مرضى الكلى والمرضى بشتى الأمراض من خلال معالجتهم بالمستشفيات العامة. فبالتالي اليوم هذا إقرارها. ثانيا إقرار الاعتمادات لمرضى السرطان، ومن ثم والأهم كمان والمهم كمان هي مواضيع عديدة أخذت، وموضوع أجيره لو لم نكن اليوم أخذنا مجلس وزراء وأخذنا القرار اللازم حتوقف الاعتمادات على هيئة أجيره، وخلال أسبوع من الآن يوقف لبنان بالاتصالات الدولية كاملة بما يتعلق بالإنترنت والاتصالات. كل هالمواضيع أخذت وغيرها أخذ من موضوع تأمين الطرقات الثلوج والأشياء اللي اعتبرناها أنها أساسية جداً.